في اطار الحملة الوطنية لمكافحة التستر التجاري والتي تاتي تنفيذا لتوجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله نظمت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء صحفيا ترأس اعماله كل من وزير الصناعه والتجاره والسياحه سعاده السيد زايد بن راشد الزياني ورئيس مجلس اداره غرفه تجاره وصناعه البحرين سعاده السيد سمير بن عبد الله ناس بحضور مجموعه من كتاب الراي والاعمده الصحفيه في مملكه البحرين وذلك لمناقشه واستعراض اهم المحاور الرئيسه التي ارتكزت عليها الحمله الوطنيه لمكافحه التستر التجاري التي تم الاعلان عنها اليوم الاثنين